مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش تقيم نهائي بطولة الجيش بالكرة الطائرة، والذي يجمع بين فريقي قيادة الدفاع الجوي وقيادة القوات البرية. مشاهدينا الكرام تابعونا والتفاصيل. نظمت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش برعاية السيد ياسر كاني الجيش المحترم بطولة كرة الطائرة بتنافس جميع وحدات الجيش، والحمد لله البطولة اتسمت بالندية والتنافس بين الفرق، وأفرزت هذه البطولة حقيقة كثير من اللاعبين الذين أضافوا إلى المنتخبات العسكرية. وباسمي وباسم جميع ضباط مرات التدريبية نهني الفرق الفائزة، قيادة قوات البير المركز الأول والدفاع الجوي المركز الثاني والأكاديمية العسكرية. كان تنافسا شديدا بين قيادات الأسلحة ومديرات الصنوف، وقد أفرزت عن تأهل فريق قيادة القوات البرية وقيادة الدفاع الجوي لخوض هذه المباراة الختامية. تأهل فريق قيادة القوات البرية للمباراة النهائية وقد حصد الفوز بدعم السيد قائد القوات البرية. اختتمت اليوم بطولة كرة الطائرة بالجيش، وتم حصول فريق الأكاديمية العسكرية على المركز الثالث. الفضل يعود كله إلى السيد الفريق ركن ناصر أحمد الغنام رئيس الأكاديمية العسكرية لدعمه المتواصل إلى فريقنا.